الاسم شهاب محمد نور عبد الرحمن خوري، حاليا انا في شعبة العمليات الفنية في تابع المكتبات. وطبعا المكتبة المركزية اللي نحن موجودين فيها حاليا هي اقدم مكتبة على اذا ما خانت الذاكرة مش الى يمكن على مستوى الامارات. في كتب اشتغلنا عليها مع معمار عمر الكتاب فوق 100 سنة، هوية ثقافية في المكتبات الموجودة عندنا، مكتبات العامة تابع لهيئة الثقافة والفنون، هذه بروح كفاية. روح دبي كل شيء، أي شيء على بالك وقلت روح دبي. حي الفيدي هذا بروحه، روح دبي وشندغة. طبعا الأولين كلهم طالعين من شندغة، خور دبي، خور دبي بالذات بالليل، الليل يعني خور دبي يعني من أروع ما يمكن يعني صراحة، خاصة الليتات شغالة وكذا إلى آخر. عندك بحر جميرة يعني من أروع أماكن. أنصح الأخوان المواطنين بعد أن أول ما يصيف يراكضون على مكاتب السياحة حجز سفر وأول آخر. والله يا جماعة الخير نحن عندنا أحلى أماكن سياحية يمكن على مستوى العالم. دبي الحياة والروح، يوم أكون في السفرة ولا شيء، يوم أرد هني أطلع من دبي أحس بضيقة. أنا أساس من الناس اللي يتحسبون أنا جامل، لا والله العظيم يوم الطيارة تحط في مطار دبي أحس غير، أحس روحي ردت لي جد والله.